في افلام كتير نزلت السنه دي يعني زي ابو نسب الروبي، في افلام كتير مثلا عموم الخليه، في افلام كتير مصريه حلوه. فيلم بتاع عموم بردك محمد امام ومسلسل جعفر العمده هم احسن حاجه اتفرجت عليهم السنه دي. هو دايما محمد امام يعني في الساحه دلوقتي هو راجل محترم وبيعمل افلام دمها خفيف قبلة يعني اللي انت تتفرج عليها انت والعيله. فيلم محمد عادل امام، فيلم ابو نسب، فيلم كويس. فيلم هارلي بتاع محمد رمضان. الهارلي بتاع محمد رمضان. هارلي وعمه. فوي فوي بتاع محمد فراج. ابو نسب، محمد امام وياسمين صبري. فيلم عمهم كان حلو يعني.